والله وخطاكم. طيب قناة باريس مانهاتن واقمة عوداتكم ده الحي العربي في بروكلين في أمريكا. عايز أوريكم استعدادات حلوة أوي لرمضان. واحد بقى مبسوط يعني لغاية مثلا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها مفيش واحد بيشوف الفوانيس دي في رمضان. دايما بلف عشان أجيب فوانيس في الأيام بعرف ليه دلوقتي مبسوط. طبعا سيبك من الفوانيس شكلها مش دي الفوانيس اللي احنا اتعودنا عليها بس اتس اوكي كويس ان هي في بروكلين وبتكون كده يعني. انا عايز بس اشوف لكم الاسعار. هو يعني مثلا الفانوس ده $25 $25 يعني مثلا 200 جنيه مصري. معقول ماشي. كلها مثلا كده بالصفحه بتاعتنا على اليوتيوب باريس مانهاتن. تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف موجود في نيويورك.